いい感じ。<noise> مساء الخير مشاهدينا الكرام واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من بروح رياضيه عبر الان بي ان وهذه الحلقات المخصصه لكاس العالم بعد ان عرفنا ان المباراه النهائيه ستكون بين فرنسا والارجنتين 32 منتخبا تباروا في هذه البطوله التي تقام لاول مره في قطر ووصلنا الى المباراه النهائيه التي كما ذكرت ستجمع فرنسا حامله اللقب والتي تسعى لتحقيق اللقب الثالث وعدد من الانجازات اهمها انها ستكون المنتخب الثالث الذي يحرز هذا اللقب مرتين على التوالي بعد ايطاليا وفرنسا والارجنتين مع ليونيل ميسي ايضا تسعى للقب ثالث غائب منذ عام 1986 ايام الراحل دييغو ارماندو مارادونا اليوم سنتحدث عن لقاء نصف النهائي الذي كان بالامس بين المغرب والمنتخب الفرنسي واللقاء الذي سبقه بين كرواتيا والارجنتين مع توني زاخر الصحافي الرياضي ضيفي في هذه الحلقه توني مساء الخير مساء الخير مازن لك ولجميع المشاهدين اذا باح المونديال تقريبا بكل الاسرار الا السر الوحيد من سيكون بطل هذه المسابقه ووصلنا طبعا الى اعتاب المباراه النهائيه التي ستجمع فرنسا حامله اللقب والارجنتين، ساترك الحديث عن هذا اللقاء لختام هذه الحلقه ولكن دعني ابدا معك من الانجاز المغربي بوصوله الى المباراه نصف نهائيه وخروجه بالامس بالشكل المشرف. صحيح انه خسر 2-0 الا ان مجريات المباراه كانت مختلفه خلينا نعرف انطباعك بدايه عن لقاء المغرب والمنتخب الفرنسي الكل كان يعتقد بان المغرب خاصه بعد ما تلقوا الهدف الاول انطلقوا للهجوم وشكلوا خطوره كبيره على المرمى الفرنسي لكنهم لم ينجحوا الى ترجمه هذه الفرص الى اهداف فاتى الهدف الثاني ليقضي على الامل المغربيه بشكل كامل كيف شفت هذه المباراه بدايه مازن منتخب المغرب امبارح ما كان ابدا لقمه سائغه صحيح المنتخب الفرنسي بلش بهالمباراه بتشكيلته او بخطه لعبه المعهوده 4 2 3 1 وفقط ديدي دي بهالبطوله غير مره امام تونس 4 1 4 1 منتخب فرنسا امبارح اضطر يجري تبديلين اضطراريين بداعي الاصابه صحيح. فوفانا دخل محل رابيو وكوناتي محل اوباميكانو نسبة استحواذ منتخب فرنسا بهذه المباراة كانت 39% للمباراة الثانية على التوالي نسبة استحواذ منخفضة تماما مثل ما شفناها أمام منتخب إنجلترا منتخب فرنسا لعب مثل العادة بأسلوب متحفز وهذا أسلوب لعب ديديا ديشان دي ولكن المنتخب الفرنسي امبارح من خلال حنكته ومكره الكرويين عرف تماما من اين تؤكل الكتف وسجل هدفين هلا اذا بدنا نفوت اكثر بالتفاصيل المنتخب الفرنسي مازن مع بدايه المباراه احرز اول هدف بعد خطا فادح من الدفاع المغربي والحارس ياسين بونو من خلال ثيو فرنانديز بعد منتخب فرنسا سنحت له فرصه ثانيه من خلال اوليفيا جيرو ولكن اصطدمت بالقائم الايمن بعد المباراه صارت إلى حد ما نوع من السجال مع اللعب الخجول ما بين الطرفين حتى الدقيقة 44 ولغاية آخر دقيقة من الوقت بدل عن ضايع بالشوط الأول المنتخب المغربي ضغط بقوة على المنتخب كان قريب جداً الفرنسي شباك هيوغو لوريس خاصة بضربة نقصية مغربية صدمت كمان بالقائم الحديث مع لوريس طبعا الحديث عن منتخب المغرب رح أتركه للشق الثاني ولكن خليني أكفي بأسلوب لعب منتخب فرنسا منتخب فرنسا مع بدايه الشوط الثاني ضل لغايه الدقيقه يعني بدنا نقول من الدقيقه 48 لل 65 تحت ضغط مغربي مخيف. بالدقيقه 65 ديديا ديشان دي ادخل تيرام محل جيرو عطى نفس للهجوم الفرنسي يلي للاسف امبارح كان غايب عن المباراه مبابي ما كان محظوظ ابدا جيرو طابه وحده وفعلا تبديلات ديدي دي دي اعطت ثماره جيرو خرج فات ترام مثل ما ذكرنا وتحرك المنتخب الفرنسي وهذا الشيء اسفر عن هدف ثاني هدف التاهل الحقيقي من خلال اللاعب البديل مونيه يلي يمكن ما حدا كان سامع فيه قبل قبل هالبطوله ايضا هوجو لوريس امبارح قدم مباراه كبيره صحيح شاد شال تسديدتين بس ولكن كانوا تسديدتين حسمتين وهو بهذه المباراه حطم رقم لليون تورام كاكثر لاعب بتاريخ منتخب فرنسا خوضا للمباريات برصيد 144 مباراة وأيضا تساوى مع نوير برصيد 19 مباراة كأكثر حرسين بالتاريخ شاركوا بمباريات بكاس العالم ونهار الأحد بيكسروا بيصيروا 20 مباراة مننتقل للمنتخب المغربي المدرب وليد الرجراجي بهذه المباراة بلش بتشكيلة 5-4-1 تشكيلة غير معهودة ما شفناها من أول مباراة بالدور الأول وصولاً لمباراة البارحة كان قوله بالعادة يلعب بتشكيلة أربعة ثلاثة ثلاثة ارتكب خطأين أنا بنظري لا يختفروا بـ بـ مع بداية المباراة أول شيء أشرك لاعبين غير جاهزين بدنيا يلي هن قلب الدفاع سايس والظهير الأيسر, الأيسر نصيف مزراوي بعدين الخطأ الثاني تأخر كتير بأنه يشارك عبد الصمد الزلزولي يلي من بعد ما دخل بالدقيقة 78 أربك دفاعات المنتخب الفرنسي واقلق راحتهم وشكل اكثر من من خلال توغلاته من يعني صنع لزملائه فرص كثير مهمه. المنتخب المغربي امبارح كل ضغطه كان على الطرف الايمن طرف اشرف حكيمي وحكيم زياش مم. نسبه الاستحواذ بلغت 61% بالشوط الاول صنعوا فرستان من خلال اللاعب اوناحي والدبل كيك يلي كانت من خلال اللاعب يميك ولكن للاسف اصطدمت بالقائم ومع بدايه الشوط الثاني عمل تبديلات صراحه ما كثير فهمتها خاصه دفع عبد الرزاق حمد الله يعني 100% محل نصيف مزراوي يلي هو افضل قلب هجوم بمنتخب المغرب و صعوده أمام منتخب البرتغال بقفزة بلغت مترين و78 سنتي هي لحالة بتحكي عن قدرات هيدا المهاجم الفز يلي محترف مع نادي إشبيليا الإسباني <applause> زميله ليس ياسين بونو للاسف انا برايي امبارح كان احد اسوا لاعبين منتخب المغرب وهو بيتحمل مسؤوليه الهدف الاول لانه كان بيقدر يسكر الزاويه بطريقه احسن ويمنع ثيو ارنانديز من انه يسجل الهدف الاول يعني اختصرت توني اجمالا المباراه بشقيها الشق الفرنسي والشق المغربي ولكن هل المنتخب المغربي برأيك بهذه الطريقة التي أدار فيها وليد الرقراقي مشوار المنتخب المغربي خلال هذه البطولة يعطيك انطباع بأن المنتخب المغربي في هذه في هذا المونديال لم يكن يعني هذا الإنجاز هو إنجاز وليد الصدفة وبالتالي المونديال المقبل أو يمكن الامتحان المقبل لأنه هو كأس الأمم الأفريقية قادر على إعادة ما فعله في هذا المونديال المنتخب المغربي ليقول للعالم بأن ما فعلناه ليس كما يقال فلتة شوط إنما هو مكرس وسنكرسه أكثر وسيكون هذا هو الأسلوب الذي سندخل فيه في كل مونديال أصبحت المغرب موجودة على خارطة المنتخبات التي تنافس ليس فقط على الوصول إلى الأدوار الإقصائية إنما على اللقب أيضا مازن ما بنقدر نتكهن بالمستقبل إذا المنتخب المغربي رح يرجع يعيد هيدا الانجاز نا. ولكن مثل ما حضرتك تفضلت وقلت انه المنتخب المغربي من خلال ادائه بهيدي البطوله لازم يبني انه الهدف الاول لاله قبل كاس العالم 2026 لازم تكون بطولة امم امم افريقيا المنتخب المغربي هو اكثر منتخب مفاجاه بتاريخ البطولات ما بين كوبا يورو كاس العالم كان مفاجاه ساره لعب باسلوب قوي، ما كان منتخب بيعتمد بس على الدفاع او على ركلات الترجيح او من خلال مساعده الحكام او الرشاوي اللي مرات بتصير من تحت الطاوله. منتخب المغرب اعماره بهالبطوله بلغت تقريبا 26 سنه، 23 لاعب من اصل 26 بيلعبوا بالانديه الاوروبيه و بعض نجوم اكثر يعني هلا حاليا في لاعب لامين يامال باكاديميه لاماسيا تبع نادي برشلونه يقال حسب الصح... الصحفيين الكتالان انه هيدا افضل لاعب ناشئ من وقت بزوغ نجم ميسي ليونيل ميسي أه، لمين لامين يامال حاليا بيقدر يلعب مع منتخب اسبانيا او مع منتخب غينيا ولكن المنتخب المغت... المغربي مع الاداره عم تجرب تعمل المستحيل انه تجيبه من ي... من يما ايضا هناك اللاعب كمان الياس اخوماش وشادي رياض قبل ما سكر ملف المغرب وفرنسا خليني احكي عن لقاء نهار السبت تحديد المركز الثالث بين المغرب وكرواتيا التقوا بالدور الاول, الأول. مباراه انتهت بالتعادل بيناتهم برايك فرصة... هناك فرصه للمغرب لاحراز اللقب عفوا لاحراز برونزيه هذه البطوله وبالتالي ايضا تاريخيه ستكون لمنتخب افريقي عربي لاول مره مازن مثل ما بنعرف عادة مباراة مركز الثالث والرابع ما بيكون لها نكهة خاصة وبالإجمال مش كل العالم بتتابعها ولكن, ولكن تواجد المغرب فيها ولكن تواجد المغرب ولأنه في بوديوم ولأنه في ميدالية برونزية, هذا الشيء بعتقد رح يعطي هذه المباراة نكهة خاصة وأنا بعتقد الحافز للمغاربة رح يكون أكثر من حافز منتخب كرواتيا وهون بدي أشير لمعلومة كتير مهمة انه المنتخب المغربي عدا انه صار اول منتخب عربي افريقي بيوصل للنصف نهائي هو صار ثالث منتخب بتاريخ كاس العالم من خارج قاره اوروبا ومن خارج امريكا الجنوبيه بيوصل للدور نصف نهائي بعد انجاز الولايات المتحده الامريكيه بمونديال 30 وكمية. وشمشوم وكمية الكوري بمونديال 2002 نحكي عن كرواتيا ارجنتين هذا اللقاء الذي كان الكل ينتظره والمنتخب الكرواتي بعد اقصاء البرازيل بات الكل يحسب له حساب الا انه الارجنتين قدرت تفوز على كرواتيا 3-0 في مباراه تالق فيها ايضا ليونيل ميسي وسافر بالارجنتين الى ملعب لوسيل ينتظر كان من سيكون المنافس من المغرب وفرنسا كرواتيا ما هو سر يعني اولا منتخب وصل مع البرازيل لضربات الترجيح ولكن قدام الارجنتين ما بين بالشكل اللي, اللي ظهر في مباراه البرازيل هل هو التعب ام ان جزئيات بسيطه في مباراه كرواتيا والارجنتين ادت الى هذه الانهزاميه التي ظهر بها المنتخب الكرواتي بعد تلقيه الهدف الاول والهدف الثاني بعد نصف ساعه من اللقاء ام أن هناك شيء اخر في هذا المنتخب الكرواتي لم يفهمه احد بعد بدك نبلش بالارجنتين ولا بالكرواتيا. بالكرواتيا؟ منبلش بكرواتيا بنبلش بكرواتيا منتخب كرواتيا مازن بهيدي البطولة أنا برأيي منه أهل إنه كان يوصل لهيدا الدور منه كرواتيا 2018 أبدا مم. وهو حرمنا من سوبر كلاسيكو لأنه أقصى منتخب البرازيل بأقرف أسلوب ممكن المنتخب الكرواتي بهيدي البطولة بيتحمل شخص واحد مسؤولية أدائه يلي هو المدرب داليتش زلاتكو داليتش ليش عم بقول لك هيك؟ رح فت لك اكثر بالتفاصيل. المنتخب الكرواتي خلال التصفيات الاوروبيه المؤهله لكاس العالم احرز 21 هدف وتلقى اربع اهداف، هيدا بيعني انه عنده القدرات الهجوميه لاحراز الاهداف. هيدي واحد، اثنين بالمونديال 2018 منتخب كرواتيا مع نفس المدرب سجل 14 هدف تلقى تسعه مباراتين راحوا لركلات الترجيح بينما بالمونديال الحالي سجل ستة تلقى ستة ربح بمباراة تعادل بثلاثة خسر اثنين وركلتين ومباراتين راحوا لركلات الترجيح المنتخب الكرواتي مازن منتخب مغروم بالاستحواذ الغير المجدي م. مغروم بالتمريرات بين بين العناصر كمان من دون اي اي نتيجه عنده قدره على امتصاص قوه الخصم بدنيا وجره للاشواط الاضافيه وصولا لركلات الترجيح، ليه؟ لانه عنده حارس مرمى من الطراز الرفيع يلي انا برايي مع مودريتش حامل الكره الذهبيه عام 2018 يعتبروا من ابرز عناصر المنتخب الكرواتي، وهذا الشيء اثبته امام البرازيل لما تصدى ل 11 تسديده الى جانب انجازاته بركلات الترجيح مع اليابان ومنتخب البرازيل ومش من سراب تلقى من يومين من قبل نادي بايرن ميونخ عرض لخلافه مانويل نوير يلي وضع الموسم بسبب كسر بالاجر فاذا كسر بالأجر. بتشوف كرواتيا انتهى الجيل خلاص برايك صار صعب انه نرجع نشوف انجازات كرواتيه بالمونديالات المقبله مع رحيل لوكا مودريتش اليوم ومش معروف مستقبل المدرب اذا حيكمل معه ولا لا مودريتش قبل البطوله كان عم بيقول انه ما رح يعلن اعتزاله بده يشوف لياقته البدنيه كيف بتسمح له انا برايي المنتخب الكرواتي اذا بشيل هذا المدرب قادر انه يكفي بالانجازات لانه عنده عناصر شابه قادره تعطي بعد بغض النظر عن لوكا مودريتش واعتزاله او او بقاؤه. ارجنتين فازت بهذا اللقاء بسهوله 3-0 ميسي تالق وجعل الجميع كل محبي ميسي وكل محبي المنتخب الارجنتيني يعني يقتنعون بانه اصبحت قريبه جدا كاس العالم لان يرفع عليهم الميسي في قطر الطريقه اللي ادار فيها ليونيل سكالوني لقاء كرواتيا كيف شفت اولا وثانيا ما هو رايك بميسي في هذا اللقاء وبالتالي يعني احنا راينا بليونيل ميسي اليوم ما عم نحكي راي فني عم نحكي بس انه بطريقه لعبه بهذه المباراه أه سكالوني بهذه المباراه امام المنتخب الكرواتي دخل بخطه لعب 4 4 2 وهيدي المرة الثالثة بالبطولة يلي بغير ستايل اللعب بالدور الأول لعب 4 3 3 مع المنتخب الهولندي لعب 5 3 2 آه، سكالوني لعبها صح أمام منتخب كرواتيا فات بأربع لعيبة آه، وسط اللاعب الرابع كان آه، باريدس آه، سيطر على المنتخب الكرواتي اللي بيمتاز بخط وسط متين وهون نقطة اوتو من خلال مودريتش بروزوفيتش وكوفازيتش يبنوا هجمات الهجمات يكسروا الهجمات ويبنوا الهجمات 100% مثل ما حضرتك قلت المنتخب الكرواتي سيطر 30 دقيقة ولكن سيطرة حركة بلا بركة مثل ما مثل ما بيقولوا صار ضربة الجزاء لحديت ما اجت ضربة الجزاء تبع جوليان الفارز يلي في كثير عليها علامات استفهام اذا ضربه جزاء ولا ما انها ضربه جزاء ولكن بكل الحالات عن ضربات الجزاء خليني بس قبل ما اكفي المنتخب المغربي كان له ضربه جزاء او ضربتين جزاء برايك انت باللقاء اللي صار مع فرنسا امبارح فعلا في ضربتين جزاء للمنتخب المغربي ما تدخل فيهم الفار اول خطا كان من اللاعب ثيو ارنانديز الحكم احتسب الخطا على اللاعب المغربي ولكن بالاعاده بنشوف انه الخطا كان على ثيو ارنانديز والخطا الثاني كمان كان من خلال ضربة ركنية المدافع الفرنسي مسك. صار مسك داخل منطقة صار مسك الجزائر. داخل منطقة الجزاء للاعبين مش للاعب واحد كمان الفار ما تدخل بالعودة لمباراة الأرجنتين المنتخب الكرواتي بهيدي المباراة خط دفاعه على غير العادة كان كتير متقدم يعني عشوائي لعب بطريقة انتحارية هيدا الشيء خلى المنتخب الأرجنتيني من خلال حجمتين مرتدتين وهيدي احد ابرز اسلحه المنتخب الارجنتيني انه يتقدم 2-0 بالشوط الثاني المنتخب الارجنتيني ضل مكفى بنفس بكفس النهج وسجل هدف ثالث من خلال جوليان الفاريز ولكن الطابة اللي عطيه اياها ميسي بعد مجهود خرافي ذكرنا بمجهوده مع نادي برشلونه وكيف قطع عن غوارديول اللي حاليا يعتبر اغلى مدافع بالعالم بعد مطلوب المباراة من سيتي ومن الريال بعد ما غير النظره يمكن هلا ما بعتقد كثير لانه عم لانه عم بواجه, عم بواجه الارجنتين يعني يعني وعم بواجه ميسي 100 <متصفيق> منتخب الارجنتين ميسي يعني من خلال هيدي المباراة بنسق متصاعد من الدور ال 16، شفناه مع منتخب الارجنتين تطور، مع منتخب كرواتيا تطور اكثر، منتخب بيعتمد على اللياقة البدنية العالية وعلى الجرينتا الروح الإيطالية منتخب الأرجنتين الحالي شبيه إلى حد ما بالأرجنتين 86 يعني بال86 ميسي سجل خمس أهداف مارادونا خمس أهداف فالدانو سجل أربعة الفارز أربعة وأيضا كان في لعيبة عم بتعاونوا لمارادونا مثل براون وبروتشاغا وكمان في ماكاليستر وفي أنزو فرنانديز فمنتخب الأرجنتين وصل للمباراة النهائية للمرة السادسة بتاريخه وعدل رقم إيطاليا البرازيل بتتقدم عليه بسبعة ألمانيا ب 12 ب 8 12 سيمي فاينل ألمانيا 12 سيمي فاينل فرنسا تأهلت للمرة الرابعة هن سبق والتقوا مع بعضهم من قبل ثلاث مرات أرجنتين ربحت مرتين ب 30 وب 78 وفرنسا آخر مرة ربحت من أربع سنين <applause> اخر مونديال بال 2018 وكانت مباراه مجنونه انتهت 4 3 ميسي عم بيقدم اداء رائع حتى رقم جابرييل باتيستوتا صار افضل هداف بتاريخ الارجنتين بكاس العالم تساوى مع لوتر ماتيوس ب 25 مباراه والاحد راح يحطمها 26 كما انه اصبح رابع لاعب بعد رونالدو البرازيلي والالمانيين والألمني... جورد مولر وكلوزي ب 19 هدف كمساهمه ما بين 11 تجيل و8 صناعه طيب قبل ما اختم انا وياك بدي اسالك عن البرازيل تشيتشي قرر الرحيل وانتهت مسيرته مع البرازيل من برايك سيكون خليفه تشيتشي كمدرب للبرازيل ليقوده بالمرحله المقبله آه بهاليومين آه طلعت كثير اخبار انه المنتخب البرازيلي لاول ما مره بالراس انه عم يحكوا يواكيم لوف لأول مرة بالتاريخ ممكن يعتمد على مدرب يقود المنتخب غير الجنسية البرازيلية المحلية انطرحت أسماء مثل زيدان مثل كارلو أنشيلوتي مانويل بيليغريني يواكيم لوف صحيح يواكيم لوف بال2014 كسح منتخب البرازيل بنتيجة 7-1 ولكن أسلوب لعبه يلي شبيه باسلوب التيكي تاكا الاسبانيه مم. انا برايي يواكيم لوف قادر يعمل نتائج طيبه مع منتخب البرازيل مم. وعلى صعيد الاسماء المحليه اكثر مدرب هلا مطروح اسمه بقوه هو دوريفال جونيور مدرب نادي فلامينغو سابقا طيب اليوم عندنا مباراه نهائيه فرنسا ارجنتين فنيا كيف بتقرا هيك مباراه يعني على الورق فنيا على الورق انا بعطي 50 لفرنسا 50 ل... للأرجنتين. للارجنتين منتخب الارجنتين مع ميسي بدهم يعملوا المستحيل ليربحوا كاس العالم للمره للمره الثالثه يعني 36 سنه او 34 سنه يمكن كثير طولت القصه او لا 36 سنه مضبوط بالنسبه لمنتخب فرنسا منتخب انا رشحته من اول البطوله مع انجلترا والبرازيل انه يربح كاس العالم طارت البرازيل طارت انجلترا بقيت فرنسا انا بعدني على رايي انه فرنسا عندها اولويه على منتخب الارجنتين ولكن بهيك مباريات صعب تقدر تقدر مزبوط او او تبني على خطط كيف ممكن يلعب لانه طيب نحن عندنا سكالوني فيه. كثير ضيعنا عندنا سيناريوهين قبل قبل هيدي المباراة، خليني احكي عن سيناريو 2018 إن المباراة النهائية كانت بين فرنسا وكرواتيا وان سايدد جيم، فرنسا سيطرت فيها، سجلت أربع أهداف مقابل هدفين بعتقد بالمبارات. صح بالمباراة، وعندنا 2014 ألمانيا أرجنتين، المباراة امتدت لآخر الأشواط الإضافية برايك اي من السيناريوهين اقرب في اللقاء الاحد مباراة متحفظة من الجانبين تمتد إلى أشواط إضافية ولما لا ركلات ترجيح يعني نحن ما شفنا ركلات ترجيح عم تحسم كأس العالم ال 2006 آخر مرة كانت بين فرنسا وإيطاليا أم مباراة مفتوحة يكون فيها غلبة لفريق على حساب آخر بنتيجة كبيرة يعني توقع مش أكثر أنا أنا بعتقد المباراة راح بتكون شبيهة أكثر بمونديال 2014 وبقلب هذه المباراة راح يكون في مباراة ثانية بين ميسي ومبابي ميسي معه خمس اهداف مبابي أه معه خمس, خمس اهداف ميسي ثلاثه اسيست ومبابي اثنين اسيست حاليا ميسي هو هداف كاس العالم هيدي الاستاتستكس يلي قلتها هلا بيعطوا نفس هجومي اكثر للمباراه انا بعتقد المباراه ما راح تكون كثير متحفظه راح نشوف فيها اهداف, أهداف. كرمال ميسي وكرمال مبابي يلي بيلعبوا سوا باريس سان جيرمان وهن حاليا ايكونتين طبعاً هيدي البطوله وبالنسبه للقب الهداف طيب. هون بدي أشير انه اذا لعبين تساووا بعدد الاهداف وبعدد التمريرات الحاسمه النقطه الفاصله بتكون لتحديد هويه الهداف هي من خلال اللاعب يلي لعب اقل عدد دقائق بال بكاس العالم طيب بالنسبه يعني لك بتقول فرنسا مرشح فرنسا انت تربح كاس العالم كنت بالبدايه ولكن ما وما زلت بت... ولكن ما بتتمنى تربح فرنسا كاس العالم بحسك لانه يمكن ميسي اكثر من محبي ميسي مش حتزعل اذا شفت ميسي حامل كاس العالم يعني بغض النظر لا اكيد ما راح ازعل آه بعدني بعدني برشح طيب منك منتخب يعني. صح أي. بعدني بعدني على رايي انه برشح منتخب فرنسا وبالحديث عن منتخب فرنسا ختاما ديديا ديشان دي دي عنده تاريخ ايضا مره جديده عنده آه يعني مجد شخصي بده يعمله بانه طيب. يصير ثاني مدرب بالتاريخ بيربح بطولة كاس العالم مرتين بعد الإيطالي بوتزيو بال 34 و 38 ومنتخب فرنسا بده يجرب يرجع يعيد مثل ما ذكرت حضرتك مع بداية الحلقة أنه يعيد إنجاز إيطاليا 34 و 38 برازيل 58 و 62 <applause> وهون بدي أذكر أنه اللاعب أو الشخص الوحيد اللي ربح كاس العالم أربع مرات هو زاغالو البرازيلي اللبناني الأصل ربحها مرتين كلاعب مرة كمدرب ومرة كمساعد <applause> مدرب وعلى سيرة اللعيبه اصحاب الاصول اللبنانيه في لاعب بمنتخب فرنسا من اصول لبنانيه ويليام صليبا ويليام صليبا اللي بيلعب بنادي ما لعب ولا مباراه الإنجليزي. ما لعب ولا اي مباراه رغم انه اداؤه مع ارسنال رغم اداؤه مع بدايه الموسم مع الجانرز كان يكون ممتاز شارك كان ممتاز لكن تدريب عنده قرارات وحتى انه استدعاء بنزيما للمباراه النهائيه كان رافض كليا الموضوع خلاص انتهى ما حيستدعيك حتى لاحظت كمان مولا انه ديدي ديشام دي بهيدي البطوله مش كثير بحب التبديلات م. الا باللحظات الكتير ضروري حتى معه لما يتبدل عم بي عم بيفيد التبديل مثل ما شفنا بمباراه مبارح كمان صحيح وهلا كمان عم بينحكى انه يمكن يمدد عقده ل 2024 وهذه ضربه لزيدان يلي يعني كان موعود انه من بعد هيدي البطوله يستلم مقاليد تدريب المنتخب الفرنسي حتى انه اذا هو بيكون يعني بي اذا ربحوا كاس العالم فرنسا نهار الاحد كون هو ساهم بثلاث بثلاث القاب موجودين مع فرنسا، اول لقب ككابتن لما حمل كاس العالم 98 كمدرب يكون يعني تاريخ كاس العالم الفرنسي مرتبط بديدياد الشام بديدياد الشام فعلا شكرا لك توني زاخر مره جديده على حضورك ميرسي كثير لك وميرسي لجميع المشاهدين ولل وللمتابعه اذا وصلنا الى ختام هذه الحلقه مشاهدينا الكرام الى اللقاء